حاجات كتير في الملعب، بس اكتر حاجه الفتره اللي هو مر بيها في الاحترافيه بتاعته علمني حاجات كتير، وجهز لي ان هو مهد لي ايه اللي هيحصل لما اسافر، ومساعدني ان انا اقدر اتعامل مع كل المواقف اللي انا هقابلها في الاحتراف على المستوى الفني. والثقه يعني اداني ثقه كبيره لما كنت جاي المنتخب، كنت لسه اول معسكر ابقى موجود فيه، الثقه اللي هو اداني خلتني ابقى لعيب تاني مختلف. فيتوريا على المستوى التكتيكي كان هو يعني على المستوى التكتيكي عالي جدا، اتعلمت منه حاجات كتير. صلاح كذا حاجه بصراحه، ازاي ان انا اقدر اتعامل مع كل المواقف واوصل لحاجه، واحلم ان انا اوصل لحاجه وفعلا ان انا احقق حاجه زي كده، غير الاحترافيه بتاعته طبعا، تمرينه في الملعب، تمرينه بره الملعب، الاهتمام بالاكل والنوم وكل الحاجات دي، لعيب مثالي طبعا. اتعلمت ازاي يبقى في عندي ثقه في نفسي، ان انا اكون كان وقتها كان عندي 17 سنه او 16 سنه، بلعب ناس اكبر مني بكتير، فازاي ان انا يبقى عندي ثقه في النفس ان انا ابقى قادر ان انا اقف جنب اللعيبه الكبيره دي والعب وسطهم. المينتاليتي، ان انا قعدت سنتين ثلاث سنين بمر باصعب بمواقف صعبه جدا، ساعدتني ان انا ابقى اللعيب اللي انا موجود، ان انا ابقى اللعيب اللي انا فيه دلوقتي.